بتعملوا ايه؟ بنحمل الطلبات دي حتى عشان في عربية تانية نحملها ان شاء الله. ايه يا دلال؟ حضرتوا يا بنتي الطلبية بتاع الحاج نصر؟ انا اديت الاوردر لزكي من اول ما وصلني يا حاج. اوردر وزكي؟ انتوا هتشعطونا لبعض، ايه الحكاية؟ الراجل زعلان مننا. مفيش حاجة يا حاج، فيه شوية ناقص بس بنكملها من السوق. نفس الكلام الخايب. وبعدين بقى انتوا هتعرفوني. حضرت طلبية طنطا؟ ايوه يا حاج جاهزة. طب هات الورق وتعالي ورايا. حالا. يا حاج برضو يا حاج، هو انت مش هتبطل الحركات دي بقى؟ حركات؟ حركات ايه يا بنتي؟ انا بتاع حركات، انا جيت امسك الورق انما ايدي مدت نفسها ومسكتك انت. ايه في ايه؟ وانا فيها كهربا ولا ايه؟ حاجه زي كده. خد بالك بعد كده عشان ما يحصلش مس. يحصل مس؟ ولسه هيحصل مس يا بنتي. المس حصل وخلاص. حصل فين؟ حصل جوه، جوه قوي في قلبي. انت مش حاسه ولا ايه يا حاج؟ هزعل. انت ليه محسسني اني في نظرك مش تمام؟ مش تمام؟ وهتزعلي، تزعلي لما انا قلبي رفرف من جوه لما بشوف على الصبح الوش السامح ده، ولا عينيا بتزغلل لما بلاقي ابتسامتك الحلوه دي بتنور لي الدنيا، ولا جسمي كله بيترعش لما بشوف القالب اللي احلى من قالب الزبده ده قدامي. يا حاج كده كتير قوي. لا هزعل، انت فاكرني ايه؟ بس يا بنتي انت هتزيحني ولا ايه؟ صباح العصافير يا حاج. يخرب بيت العصافير دي، خلقه واحد يقول عصافير؟ امال مين يقول صباح العقارب؟ صباح الحمير؟ جاتك خيبة على منظرك. انا عملت ايه يا حاج؟ سيب ده، ما تعملش حاجة، امشي اطلع بره، امشي. هدي اعصابك يا حاج، مش كده تأمرني بحاجة تانية؟ استغفر الله العظيم، انا بصراحة نفسي امرك بحاجات كتير بس مش وقته. طيب الحاج سعد بره، جاته خيبة، ما انا شفت خلقته. خليه مرزوق بره دلوقتي لما راجع الورق اللي انت جبتيه ده. عيني. عن اذنك يا حاج. اذني؟ اذني كله معاكي. لا اله الا الله، بصراحة ربنا البت دي حاجة ما تتسابش. معقول يوسف الدقاق؟ سلام القول من رب الرحيم. ايه يا حاج جاد، مالك؟ كنت شفت مين يعني؟ اتخضيت ليه قوي كده ما شفتني؟ اصل سبحان الله لسه شايفك في الموسك في مصر من يومين، الاقيك في موسك الصين النهارده. معقوله؟ بسبع ارواع بقى ابعد عنك. ايه بقالك قد ايه هنا؟ بقالي اسبوع. وانت؟ انا اكتر منك بشويه. اهلا وسهلا. اعرفك، اعرفك كوكو. دي من عيله مين في الصين يا كوكو؟ الله 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 الله، ده انت بقيت شيخ حاره اهو في الصين يا حجاج. اعرف الصين؟ انا اعرفها زقاق زقاق وحاره حاره. والمره دي بقى هجيب بضاعه مش هتعرفوا تضربوها خالص يا يوسف الدقاق. عارف ليه؟ لان انا بقى واصل لجد كوكو اللي انت بتقول عليها دي. ما تخلينيش اطلع عليك الحاج سيد بنفسه. وانت شايفه يعني شايلني من دماغه. المهم يا جو، اي اوامر هنا في الصين تحت امرك. الله يكرمك، كلك واجب. انت ان شاء الله مسافر امتى يا عم؟ مسافر فين يا عم؟ انت اللي مسافر امتى؟ انا قدامي يومين كده. وانت؟ بعديك بشويه ان شاء الله، بعديك بشويه. طيب سلام بقى عشان استاذن. الله. ايه على فين يا حاج؟ عندي ميعاد مع لولو بنت عم كوكو. والله. طب خد بالك ان الفرع اللي بتتكلم عنه ده فيه مضروب كتير. بس مش فرز رابع يا يوسف ادق. سلام. سلام يا كوكو. ماشيني مع فرخه صيني. ترى ايه اللي مرعك علينا قوي كده يا جاد؟ انا اعرف، يلا جبت لي الكلام، بيقول عليك فرز رابع. الو الو، ايوه يا حاج، ايوه يا حاج. الاخبار مش حلوه بصراحه.
مش حلوه الاخبار، مش حلوه بقول لك. هو في غيره الزفت اللي اسمه جاد؟ هو الزفت ده. وبعدين بقى يا حكايه جاد دي؟ واحنا في كل خرابه هيطلع لنا جد؟ لا اله الا الله. لا اشوف لك حل. وبعدين يا يوسف يا ابني، ده انت حبيبي. انا جاد ده من ساعه ما قبل كده ادانا زومبا وعمل الصفقه بتاع الساعات دي، انا بعديها جبته الارض كتاف. وبعدين بقى يا ابني يا يوسف، شوف لك حل. ده انت دلوقتي بتقول حافظ الصين دي زي ما تكون مصر واكتر. خلاص اتصرف. انا المهم عندي تجيب لي ارخص سعر. ايوه انا اعرف انهم بيعملوا الحاجه فرز اول وتاني وتالت. شوف لي فرز خامس سادس اي حاجه. لا بقول لك ايه، انا مش عايزك تحمل هم خالص. يعني انا عايز ابيع الجلد هنا بسعر ما يتذكرش. خلي جاد بقى يشرب الجلد اللي هو جابه في الكونتينرات ده. اسمعوا، انا انت حبيبي يا يوسف، وانت عارف دلوقتي يا ابني البلد اللي انت فيها دي متقدمه قوي. ايوه يا ابني، ابوك الحمد لله ربنا كرمني ومساعدني بكل حاجه، بس المثل برضو بيقول اسعى عبد وانا اسعى معاك. فانا عايزك تساعدني يا ابني، شوف لي يكونوا عملوا عندهم حبوب جديده كده مقويه ربنا يكرمنا فيها. خلاص طمن يا حاج، يلا مع الف سلام. مع السلامه يا حاج. سلام. دوس انا جوعت قوي، حرام عليكم. وحيدو ها عاملين لنا اكل ايه النهارده؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، انا وصيت حسون على الكسل بالبشاميل اللي انت بتحبيها. ربنا يخليكي ليا، بحبك قوي. ويخليكي ليا ويروق بالك دايما يا رب. امين يا رب. ولا يا هبه ده مش جاي ولا ايه؟ انا موجود يا حاج. ايه بقى؟ ده الاكل شكله يجنن. بالهنا والشفا. جعت. قول يا حبيبي خد الحمامات دي كمان، الحمام ده كويس قوي. حاجه انا كان نفسي فيها في كل يا ابني نفسك فيها ايه؟ تعبوس الوقت الاكل، مش شايفه دهبان وتعبان ازاي؟ شكرا يا حاج ربنا. الفراخ اتاخرت ليه؟ حد يستعجل دوسة يا اخوانا. الفراخ يا دوسة. هات يا هات يا ست. ايوه بقى ولد نفسه. اوعي لك انت، انت اوعي لك خالص. اخوك حبيبي الاول، هو انا عندي غيره؟ خد يا وحيد، خد يا حبيبي. ربنا يخليك يا حاج، بس يعني الحنيه دي كتير عليا. انت حبيبي يا ابني، هو انا خلفت غيرك؟ ده انت الحلو الجميل اللي فيه ام ابيض. ربنا يخليك ليا يا حاج. ميه مش سامعين؟ خد اختك وامه جيبوا ميه. ميه، عمال اقول ميه، انت واقف كده ليه؟ ومسهم وبعدين عينيك في الاكل سممته. معلش معلش يا حاج، تلاقيه سرح ولا حاجه. انت ايه؟ ما بتبقاش خالص؟ بقف حمار يعني؟ بتبص لي كده ليه دلوقتي يا حيوان؟ انا مش حيوان. انت كمان هتبجع فيا يا كلب؟ ليه بس كده يا حاج؟ حرام عليك، لزومه ايه بس؟ حيوان بيت غباوتك، حد يعمل كده يا راجل غبي ده؟ هتفهم كل حاجه دلوقتي. لا اله الا الله. بعد اذنك اتفضل.
ادخل. يا اهلا وسهلا يا حاج. ازاي الحال دلوقتي؟ طمني. محمد وحاج ربنا ما يحرمناش منك. الحمد لله ربنا يطمن عليها. انا معايا ضيوفه كمان. خليهم يتفضلوا يا حاج. اهلا وسهلا. دي قاعده. اتفضل يا حاج. يا عم صابر. ايه ده؟ ايه بقى الحركه الزفت اللي عملتها معايا دي؟ ولا حركه ولا حاجه يا حاج. ابنك كمال كلمني عشان امه تعبانه اوديها القصر العيني، وانت عارف هي ما استراحتش في القصر العيني قبل كده. قلت اجيبها هنا. اقعد بقى معاه بقى وخده في حضنك وتصافوا مع بعض. ابوك كمان. اتفضل يا حاج. يا سلام. ارتحت بقى دلوقتي؟ جرجرتوني لغايه هنا عشان ادفع لكم حساب المستشفى؟ اقسم بالله ما اعرف انك انت جاي. واللي قاله لك الحاج جاد ده هو اللي حصل. وبعدين ما انا عارف ان انا لو كنت اتصلت بيك ما كنتش هترد عليا. طبعا ما كنتش هرد عليك. هرد عليك بتاع ايه؟ بعد ما عملت لي فضيحه في الوكاله وقدام الناس اللي يسوى واللي ما يسواش. ما هو ما كانش ينفع اسيب امي عيانه ومريضه وانت مش عايز تديني حقي، وكمان انا معيش فلوس واسكت. حقك؟ حقك ده يالا؟ كسر حقك. الحقك قال. انت فاكر ان انا هجيب مطبعه واقعد اطبع لك فيها فلوس؟ وانت يا حبيبي مش حبيت تقعد جنب الست امك؟ خلاص خليها تنفعك. صحيح مش هننفع، بس نفعتك انت. الخير اللي انت فيه ده كله سببه فلوسي اللي ضحكتها عليا وخدتها مني، واخرتها رميتني الرمياتي. نعم فلوسك؟ فلوسك ده يا عمو فلوس جرقها وليا. انت فاهم ان فلوسك دي هي اللي معيشاني في العز والنعيم ده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين فلوسي دي انا عملتها بعرقي وبجهدي، وكفايه ان انا ربيت لك ابنك لغايه ما بقى زي البغل، وعلمته كمان. علمته؟ ده انت مضيني على كمبيالات باكتر من اللي صرفته عليا 100 مره. اخلص يا انت ما عندكش ايمان بربنا؟ انت مش عارف ان ربنا في القران الكريم قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا، وقال المال الاول. انا ما مضيتكش غير على اللي انت اتصرف عليك وبس. لا 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 مش هي دي الحقيقه. وهنفترض اللي انت بتقوله ده صح. في اب يمضي ابنه على كمبيالات عشان يصرف عليه؟ يعني بتطلعني كذاب يا كلب؟ طبعا ما انت تربيه واطيه هتقول ايه غير كده. لكن لا انا مضيتك لاني عارف ان انتوا ناس واطيين، ناس متغاظين مني، حاقدين عليا، عايزين تمصوني وتقلبوني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا حاج؟ صوتك طالع لغايه بره. انا جايبكوا هنا عشان تتصافوا مش تتخانقوا مع بعض. اخلص انت مالكش دعوه خالص. انت اللي عملت فيا كده. انت اللي جايبني للعالم السوي دي علشان يسموني بكلمتين مسمومين من عندهم. دول كل اللي عندهم انهم عايزين يحرقوني، عايزين يقلبوني. جاتك نيله عليك وعلى قرايتك وعلى شعرك. حسبي الله ونعم الوكيل. حتى انتوا على ما تعرفوش ربنا. لا اله الا الله. اتفهم يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل سايب ماشي لحمه ودمه وماشي على طول واقف في وشه. انا اسف يا كمال، انا ما كانش قصدي. انا كان قصدي انكم تتصافوا مع بعض. انت كان قصدك خير يا حاج، بس من فضلك ما تعملش حاجه زي دي تاني الا لما تاخد رايي الاول. لا عينا كمال، تحت امرك حبيبي. وبعدين ما تعتلوش هم، انا دفعت لكم حق المستشفى. ما ننحرموش منك ابدا يا حاج جاد. من يوم اللي حصل مع سيد وانت مرعينا يا اخويا، ربنا يكرمك ويديلك على قد نيتك. افضلك علينا في تدعي. عيب يا كمال، عيب افضل ايه وكلام فارغ ايه؟ جدك الله يرحمه ابو والدتك ليه فضل عليا، علمني السوق على حق. انا عايز اقول لك حاجه يا كمال، انا ماليش اخوات صغيرين، انا بعتبرك اخويا الصغير. ربنا ما يحرمناش منك يا حاج. ولا منك حبيبي. الراجل جاد الزفت ده طول عمره بيتغاظ مني وبيحكي عليا زي العالم البلاوي اللي خدني عندهم دول. بيحاول يرد المعنى بان هو شايفه حاجه، بس انت في حاجه مضايقاك غير جاد يا حاج؟ لا ابدا والله. يلا بقى سلام. سلام ايه؟ هاجي معاك. تيجي معايا فين؟ انت معكش عربيه؟ لا ما هو زكي عدى عليا الصبح، رحنا المخزن وجينا على هنا على طول. خلاص لو وراك حاجه ممكن اخد تاكسي. مفيش حاجه. تعالى يا راجل تعالى. ماشي. اتفضل. بس عاجبني انت فييس. اخد تاكسي. اخد تاكسي ازاي بقى؟ ما
وانت معاك فلوس؟ معي ايه يا خبر ابيض الفلوس يا زكي. زكي زكي ايوه هات الفلوس. ايه الفلوس اهي، انا عديتهم مره تانية وطلعوا تمام. طيب بقول لك ايه، تقابلني الصبح على باب البنك، هودع الفلوس دي واديك وصل الايداع، تاخده يبقى على مكتب الحاج الصبح يجي يلاقيه. تأمرنا يا برنس. قلت لك 100 مره ما بحبش برنس دي. اتفضل اتفضل. سلام يا برنس. سلامتك يا يوسف، ألف سلام عليك يا حبيبي. لا سلامك يا حاجة دوسة، تعبت نفسك ليه بس وجيتي؟ يا يوسف اللي انت بتقوله ده يعني هتعرف انك في المستشفى وما تجيش؟ ألف سلام عليك يا حبيبي، والله دي كانت هتقع من طولها لما عرفت الخبر. ياه للدرجة دي؟ طبعا يا حاج، مش انا اللي بربيه وهو لسه في اللفة، اللي هيجي له ضربة في ايده في قلبه اللي عمل فيك كده. على كل حال نحمد ربنا الجرح طلع سطحي، انما انا كنت هسوخ على روحي والله لما شفته الدم بيشر منه. حاج سيد يا غالي. طب الحمد لله انا طمنت عليك. طب اديني الموبايل حتى قول لي اخبارك ايه. معلش يا حاج والله ما عارفه اقول لك ايه. مش عارفه حتى تقول لي اتفضل هفضل واقف على الباب ولا مش احسن؟ يا خبر يا حاج، ده كلام تقوله برضه؟ ده احنا النهارده زرنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. سبت ام دلال بلحمها وشحمها. اهلا 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 يا حاج، ربنا يبارك فيك يا مرحب. اتفضل يا حاج هروح اعمل لك القهوه بتاعتك. لا لا عودي مش عايز حاجه بلاش قهوه. والله يا ست ام دلال انا اليومين دول في ظروف وحشه قوي. خير يا اخويا كفى الله الشر. ان شاء الله يكون خير يا رب. الواد ابن يوسف بعيد عنك بين الحياه والموت، قالوا علينا جماعه صيع بلطجيه ومعاهم سلاح، وهو دلوقتي مرمي في المستشفى ربنا يستر. لا اله الا الله. معلش يا حاج معلش، هروح اعمل لك حاجه كده تشربها تروق دمك. ما قلت لك اقعدي مش عايز حاجه. ما تسمعي كلامه وتقعدي يا بنت. طيب ياما بالراحه. الله ممكن يا ست افهم بنتك ما جاتش الشغل ليه؟ ما انتش عارف يا حاج. الله هو انا سالتك انت؟ الله هو ايه اصله ده؟ ايوه صحيح، هو سالك انت بيسالني انا، بتدخلي نفسك في الموضوع ليه؟ وهو يعني كان جابك محامي ليه؟ ايوه يا ستي جابني محامي، نقطينا بقى بسكاتك. حاضر مش هنطق اهو. شوف يا حاج انا هتكلم معاك كلمتين كده من غير لا لف ولا دوران. ونعم الكلام، وانا اعلم ربنا لا بحب اللف ولا الدوران. وانا بنتي صراحه بتحكي لي على كل حاجه، وقالت لي يعني لا مؤاخذه انك انت عينك منها، وان هي حاولت كذا مره تفهمك انها ملهاش في العوج، لكن انت برضو حاطط في دماغك تقطع عيشها. اقطع عيشها؟ اعوذ بالله، انا اقطع بايدي عيش دلال؟ ما هو لما تبقى حاططها في دماغك كده يا حاج تبقى فاهم لا مؤاخذه يعني انها سهله وممكن يعني. اعوذ بالله اعوذ بالله ما تكمليش. يعلم الله. بص يا ست الحاجه انا بصراحه ربنا مديني من واسع مال وبنون وكل حاجة، بس حياتي فاضية، مفيش حد في حياتي أنا قريب منه فعلا أو أحس إنه بيحبني فعلا، فأنا بنتك بالنسبة لي دلوقتي وأنا بقول بكل صراحة بقت زي الوردة، يعني هي لو اختفت من حياتي هتبقى دنيتي كلها عاملة زي الشاي الماسخ. وبعدين يا حاج؟ وبعدين أنا جايلك دلوقتي بما يرضي الله، انا جاي اعبدها على سنه الله ورسوله. برضه يا حد هتمشي وتسيبني لوحدي؟ وبعدين يا بنتي معنا اتفقنا على كده. طب بقول لك ما تخلينا ننزل الشغل معاك تاني. يوه ما انت قاعده ببيتك معززه ومكرمه وزي الفل. ما انت يا حاج قلت لي هتجيلي يومين ثلاثه في الاسبوع بس،
ترضى يعني ان مراتك تقعد وشها في وش الحيطه؟ وش الحيطه ازاي بقى؟ انت مش قلتي انك هتجيبي امك تقعد معاكي في البيت؟ جرى ايه يا حاج؟ هو انت مش عايز تصبح بوشي ولا ايه؟ على الاقل بقى قدام عينيك وانت قدام عينيا. يا سلام، هو انا اقدر استغنى عنك ابدا؟ ده انا نفسي تفضلي قدامي كده ليل ونهار على طول، وبعدين ما تقلقيش دلوقتي الموبايل قرب المسافات. طب بقول لك ايه يا حاج، ما تفتح لي كده محل ولا بوتيك على الاقل يعني اتسلى في غيابك. لا اله الا الله، محل ولا بوتيك؟ لا بقول لك ايه، اذا كان نفسك قوي تنزلي الشغل من بكره انزلي الشغل، انا ما عنديش اي مانع. دي زياره علي على البال والله. اهلا اهلا سهل. يا مرحبا. اهلا بيكم. شو بقى حاج السيد، في الحقيقه انا جيت لغايه بيتك هنا عشان احط ايدي في ايدك عشان ما يبقاش في بيننا مشاكل ولا عداوه. وبصراحة ما ينفعش يا حاج سيد ان كل الدنيا تبقى فاهمة ان جاد هو السبب في قتل استاذ يوسف، والكلام ده مش مظبوط طبعا. الله 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 الله، ايه يا يوسف انت سيحت للحاج وقلت انه قتل قتل؟ لا لا اعوذ بالله، ده كانت ساعة الحادثة كده يعني، وكان الواحد اعصابه برضه انت فاهمة ست كله، وكلمتين في لحظة غضب وخلصوا. يعني صافي يا لبن حليب يا قشطة. قولي لي يا قشطة، اخبار الشغل معاكي ايه ان شاء الله؟ لا ده انا زعلانة منك بجد يا حاج، يعني ينفع تروح تشتري هدومك من بره وما تجيش عندي؟ لا لا دي عندك حق، انا غلطان. الله، هي الهانم شغاله في الازياء الرجالي ولا ايه؟ انا كل اللي عندي سينيهات. صيني؟ بسم الله ما شاء الله. لا سينيهات يعني ماركات، ماركات يا حاج. مش صيني؟ لا امريكاني وانجليزي. طب الحمد لله. اهلا اهلا. لا لا ده الواحد بقى يجي، مش معقول بقى نروح بره نشتري لبس يعني، الهانم تلبسنا. يا سلام، ده انت هتشرفني. هو انت مش قلتي لي ان انت هتبعتي لي زمايلك؟ بكره هيكون عندك اتنين اصحابي. يا قمر انت بموت فيك. طيب نستأذن احنا بقى علشان وقت اتاخرنا. لا 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 لا، تستأذنوا فين؟ على طلاق ما حد ماشي. اقعد يا راجل، اقعد اقعد مكاني هنا. اتفضل اتفضل. الله، ده انا ما صدقتكم موجودين، انا اصلي كنت هتعشى لوحدي لان الواد ايهاب خرج وراه شغل، وبعدين يوسف كمان، يوسف وراه مشوار مهم هيقوم. انا قوم شوف الستات اللي مستنيينك والحاجات دي. طب بالهنا والشفا. يلا بالهنا والشفا. سلام عليك. عليك اخضر حبيبي. سلام عليك. بالسلامه. اهلا 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 اهلا. علي الطلاق بالثلاثه، احنا زرنا النبي النهارده. ماشي يا حجيج، ماشي ماشي ما... اسمع يا ابني، بقول لك ايه، حاج بيقول لك لو عايز تخش الفيلا ما تخشش من هنا، بخش من اي حته ورا، لا راح المطبخ ولا حاجه. هو بيستعر مني ولا ايه؟ قول له ما يخافش، مش هفضحه قدام الغرب. يا عم ما انت لسه هتحور وتقعد تتهته لي وتعمل لي، ما تخلص اسمع ونفذ. حاضر يا يوسف هنفذ. اوعى كده اوعى كده من قدام العربيه. انا قلت 100 مره السلم ده يتنشف كويس. خير يا حاج؟ في ايه بس على الصبح مالك؟ ايه اللي خلى السلم مبلول بالشكل ده؟ هتموتوني اكيد، هو الواد الحيوان ده اللي عمل الحكايه دي. مالك انا بتبصلي بسماويه كده ليه؟ انت سماوي؟ في ايه بتبصلي كده ليه؟ جاتك نيله عليك وعلى امك. ما تغلطش في امي، امي ما تشتمهاش. يا سلام، محروق قوي عشان امك؟ طب ايه اقولك بقى، ان انا هشتم امك دي زي ما انا عايز. وبعدين امك دي كانت ست عفشه وكانت سيرتها زي الزفت. يعني انت عارفها اهو، امال كنت بتنكرني ليه السنين اللي فاتت دي كلها؟ انت بتظلم على فكره، والكل ظالم نهايه. ايه ده انت؟ ايه اللي بتهببه ده؟ انت بترفع العصايه في وشي؟ انت جننت ولا ايه؟ فردوس. نعم نعم يا حاج. الكرباج بتاعي اللي انت مخبياه هاتيه. بلاش والنبي يا حاج، الهي لا يسيئك عشان خاطر بلاش. مفيش حد سيت حد. انت هترد عليها زفت ولا ايه؟ فردوس هات الكرباج، والا انت اللي هتضرب بيه. طب تعالى قدامي بقى. انت الظالم. على اوضتك. انت الظالم. انا هضربك بالجزمه. انت الظالم. اطلع قدامي انا. انت الظالم. اطلع قدامي يا زفت. انت الظالم. بره.
استرها يا رب. روق يا حاج، روق يا حاج، بلاش حكايه القربان دي. اخلص يا كلب، لا كسر عظمك قبله. حاضر حاضر يا حاج. انا سايبه يكتفني بمزاجي يا سيد. سيد؟ انت بتقولي سيد؟ كمان هتتجرأ على سيدك؟ ده الولاية كان زمانك بتاكل مع الكلاب في الشارع. افتح يا حاج، يا حاج افتح، الله لا يسيئك. يا بابا كفاية يا بابا كده، حرام يا بابا. يا بابا حاجة عنك انت، الوضع يموت في ايدك. قول انا ولا كنت قدامه بدل ما توجع دراعك يا كلب. يا حاج خاف على نفسك، هيموت في ايدك. يا تجديد انت، هو اخرس المصايب. كفايه بقى، مين عليكم وعلى مزاركم كلكم. معلش معلش يا حيلة، حقك عليا، انا قلبي بيتقطع وانت بتتضرب. حقك عليا. انا رايح فين؟ هندخل نشوفه يا حاج. ما عادش هشوفه، سيبوه مرمي زي الكلب كده. لا يا بابا، عشان خاطر عايز اخش اطمن عليه. الله، ما خلاص بقى يا جدعان، الله، مش الحاج قال لكم محدش يخش؟ الله، ما تخنوش اكتر من كده بقى. صبر، مش عايز كلام، روح على اوضتك. يلا يلا يا اخوان، يلا يا اخوان، يلا. معلش يا حاج. سيد زهدقاء، انت ظالم ومفتري، وانا مش بحبك. سامعين اللي تدبوه؟ عامل فيه اكتر من كده يعني؟ ما تهدرم يا ابن نفسك يا ابن، بدل ما اجي انا اربيك يا. وبعدين الواد ده مش هيقعد هنا ولا دقيقه واحده، لازم يترمي بره الفيله. حرام عليك يا بابا، الفيله ده انا ليا فيها زي اي حد، وانت عارف كده كويس، عارف ان انا ابنك. انت مش ابني، انت ابن حرام. انا مش ابن حرام، واذا كنت ابن حرام فيبقى انت الحرام. بتقول ايه يا كلب؟ اسمع علي، انا مش عايزك في الفيلا هنا، ما تقولهاش تاني. انت مش ابني وما اعرفكش. لا يا حاج. لا لا، يعني ايه؟ لا ابنك. ابني ازاي انت الاخر بقى؟ يعني ايه؟ وحيد يبقى ابنك يا حاج. ازاي يبقى ابني؟ كمال وراني ورقة الجواز العرفي اللي بينك وبين ام وحيد. وحيد وحيد وحيد، ده ادب، ده كذب. انت مش بتكتب ورق يا حاج؟ ورق ايه؟ انا فاكر حاجه. عشان كده بقى دمك متعكر من ساعه ما جيت. يا ست، انا ما نمتش طول الليل، ما نمتش. صحيح، خير انت تعمل شر انت تلقى. عيل عبيط لقيته في الشارع، قلت اخده واطف عليه، يقوم يشبط فيا ويقول لي انا ابنك. والمصيبه ان اللي زقه على كده يبقى ابني فعلا. روق يا حاج، روق، مفيش حاجه مستاهله. لا مستاهله، مستاهله ونص كمان. دي مصيبه سودة، ده انا دم محروق. بس انا مش هسكت، مش هسكت. انا همسك الواد اللي اسمه كمال ده واخنقه بايديا. اما الحاجه اللي اسمها وحيد ده، فده لا يمكن هيخش الفيلا تاني، لا يمكن، لا يمكن. ده ماضي، ما ماضي زمان وراح، خلاص راح. بس اسمح لي بقى يا حاج، انا عندي راي تاني. رأي تاني؟ بابا. بابا ده انت اللي بابا، ما تدخلني ولا انت ناوي تطردني ولا ايه؟ لا اتفضل. حلو اوي اوي اوي. ايه مالك؟ اتخضيت كده لما شفتني، كأنك يا ابني شفت عفريت وصادك. لا ابدا، انا بس اتفاجئت يعني، ما كنتش متوقع انك انت ممكن تتنازل وتجيلنا هنا. ربنا يفاجئك تاني. اتفضل اتفضل اتفضلوا، اقعدوا، واقفين ليه؟ اهلا اهلا اهلا، يا مرحب. يا كمان، فين الورقه اللي انت قلت لاخوك ياب عليها؟
ورقه ايه؟ ورقه ايه؟ الورقه اللي امك اديتها لك. الورقه معايا انا، مش هتاخدها. بقول ايه كمان؟ عقل امك والا انا ممكن افرمكم. اسمع يا جمال، بص يا حبيبي، اديني الورقه المتزوره اللي معاك دي وانا هقول يا دار ما دخلك شر، كان مفيش حاجه حصلت، وهبسطك بعديها جدا. بين لي انت بس حسن نيه وشوف انا هعمل معاك ايه. انا مش ممكن ابدا. والله ما تتعب نفسك وترد، انا مديك وقتك، خد وقتك فكر وبعدين برد عليا، وان شاء الله هنوصل لخير باذن الله. فوتكم بعافيه، انا متشكر ليكم. سلام عليكم. خلاص مشي؟ هو كان مفروض من زمان خلاص مشي، انما ربنا كرمني وخلاني اشوفك حبيبي. همشي غير ما اشوفك. تعال يا ابني تعال. مالك انت خايف مني؟ ده انا حبيبك، انا بطلع كده وبعدين بنزل على مفيش، انما انت احبب حد عندي يا حبيبي. ده والله وبعدين انا كنت مكسوف اروح دلوقتي، مش عارف اودي وشي فين من بنت سمر ومن الست فردوس. الناس بيحبوك قوي، انا ما اعرفش ان ليك الشعبيه الكبيره دي، ده انت لازم تخش الانتخابات. بقول لك ايه كمان، انا عاوز حبيبي معايا ممكن؟ والله اللي يختار. ما هو اللي هيختار، وانا عمري خليته ما يختارش. اختار اهو اختار، هو مبسوط عايز يجي معايا. تعال يا حبيبي تعال تعال، زي ما قلت لك يا كمال، نديتك فرصة فكر وربنا يكرم ان شاء الله. تعال ده انا هبسطك، ده انت حبيبي. تعال تعال يلا يلا يلا. الحمد لله. صباح الفل يا حاج. في خبر وحش يا حاج. لا اله الا الله، على الصبح كده؟ ايه خير؟ في ايه؟ جماعة بتوع جمرك السخنة كلموني. المناسبة جت من ساعتين كده، نزلوا 20 كونتينر منتجات بلاستيك وسلك كهرباء عايز يغرق بيهم السوق. ايه اللذينة؟ ده عارف انا المخازن عندي عمرانة وبعطش السوق. نزلهم في السكرتة، فاهم ان انا نايم على وداني. وده هتعمل معاه ايه يوسف؟ ولا حاجة، انا عملت خلاص، كلمت كل زبايننا وهوزع عليهم البضاعة اللي عندنا في المخازن كلها، واللي عايز هياخد واللي مش عايز برضه هياخد. واللي مش عايز ده هتخليه ياخد ازاي؟ يشتري خاطرنا وهمرده ضال. يا ابن اللعيمة، حلو هذا يا يوسف. وبكده بقى نبقى غرقنا السوق. خليه هو بقى يبقى يقعد يطرقع صوابعه جنب البضاعة بتاعته. مين ده؟ ده بهاء، أشهر سايس خيل في مصر. لا والله. بهاء ده بيتكلم كل اللغات، إنجليزي وفرنساوي وإيطالي وأسباني، كل ده ما بعرفش يكتب عربي أصلاً. لا والنبي. طب يا ريتني جيت اتربيت هنا، ده أنا ما بعرفش أتكلم كلمتين صيني على بعض بقالي سنتين بحاول. بقول لك أنا بخاف من الحصان. تلاقيش بقى أنا معاكي، أمشي واحدة واحدة كده من جنب بعض، تلاقيش والله.
الحسابات وشوف الخزنه، انا عايزك تظبط الدنيا. ايوه بس انت عارف ان الفلوس ناقصه 300,000. اهو ادي 300,000. بس بقولك ايه، اوعى ياخد باله من حاجه. عيب يا برنس. تاني برنس؟ خلاص. مش قلت لك برنس دي بلدي؟ خلاص حقك على العيب يا باشا. حبيبي همشي انا بقى. ايه ده بدري كده؟ مش عوايدك يعني؟ معلش يا حبيبي تعبانه شويه. تعبانه؟ تعبانه ايه؟ الف بقى تشار عليك يا حبيبتي. مغص جامد قوي عندي من امبارح ونسيت الدواء في البيت. مش مشكله، طب ما نبعت نجيبه. ولا اقول لك اودي يستنيني في المكتب، انا شويه كده وهخرج. اما اجي خارج قولي لي ممكن تاخدني في سكتك يا حاج. يا حاج هنروح مع بعض يا حبيبتي. فيها حاجه دي؟ الحاج سيد حبيبك عايز يروقك، وبالنوبه نجيب الدواء معانا في السكه. الله يا حاج مزاجك رايق كده النهارده؟ خير؟ خير ان شاء الله، رايق قوي قوي قوي. انا النهارده اديت الراجل جد ده حته دين هدر هيطلع من قفاه ان شاء الله. طيب يا حبيبي هستناك بره. ماشي. العنب العنب العنب. يلا اخويا يلا اتحرك شوية، يلا حمل العربية دي، يلا اتحرك اتحرك. بس يا باشا ده ايه اللي عملته في الراجل ده؟ انت مصمصته. عموما مبروك عليك الشقة يا باشا. الله يبارك فيك يا زكي. عارف يا زكي انا هحلي لك بقك. ازاي يا باشا؟ بدل 6% هخليهم لك 5.5%. عارف يا زكي عشان الفكره يا زكي، انت دماغك دي جهنم يخيب عقلك. ده عارف الفكره دي جت ازاي يا باشا؟ لقيت الحاج فجاه على راسي بيقول لي في اقرب فرصه لازم اراجع الحسابات دي بنفسي. رحت مفكر في الفكره دي. طب ما كنت سبته راجع وكنت وريته العجز وقلت له ان انت السبب فيها. انا لا يا باشا انا كنت برضه عبيط هقول كده. انا كنت هقول له الصراحه، هقول له يوسف ايه اللي خد الفلوس دي من ورا سعادتك عشان يعمل بيها شغل الحسام والبضاعه ما تصرفتش. وبعدين قلنا نعمل على سعادتك الفيلم ده ما تاخذنيش يا حاج، ونلطش منك القرشين ونسوي حساباتنا. ايه رايك؟ كنت هتباعك ساعتها زي يا باشا. فداك رقبتي وفداك كل يا باشا. اهم حاجه دلوقتي ان العمليه تمت ونضيفه و100%، وانت طلعت بفلوس البضاعه ومبروك عليك الشقه. زي الفل. بس اقول لك على حاجه يا زكي، انا قلبي وقع في رجليا لما الولد خبطني المقطع ده. انا بصيت كده لقيت كل الجنب ده غرقان. ده انا قلت قلبي طلع بره. يا باشا ما تقولش كده عيب. انت عارف الواد ده في حتتنا اسمه الجراح، ايده زي اشطر جراح فيك يا مصر. يحزمك التحزيمه يتهيأ لك ان جسمك اتشق اتنين، تشطفها تلاقي يا دوب خربش صغير. نهايته بس 100%. الدماغ دي دماغ جهنم يا زكي. أمرك يا حاج، كلمتين اللي عايز منك. أبوك يا كمال، أبوك مش سايبني في حالي. سيد الدقاق بيحط إيده في إيد عدوينه وبيدفع رشاوى عشان يخسرني الجلد والسقط. طب وأنا أقدر أعمل إيه؟ صدقني لو في حاجة أقدر أعملها لك مش هتأخر. نفسي يا كمال، نفسي أشوفك واقف في وسط الوكالة كده راسك براس الواد اللي اسمه يوسف الدقاق ده، هو بتدور الشغل علشان اي حركه قذره منهم تنده بعلو صوتك وتقول لا لا. الحاج جاد ما يتعملش معاك كده. الحاج جاد راجل مجدع في السوق. طب وانا هوصل الوكاله ازاي؟ ما هو عشان توصل الوكاله يا كمال لازم توصل الفيلا الاول عشان تاخد حقك انت وامك. الساكت عن الحق الشيطان اخرس. تفتكر يعني لو عملت كده وقع يقف يتفرج؟ لو حس انك عظمه ناشفه هيخاف ويكش منك. نفسي يا كمال تتكلي لهين من عينيا والاقيك جوه الفيلا بتطلب حقك انت وامك. ما تخافش يا تيمو، انا واقف جنبك وفي ظهرك. والله الموضوع ده كان في دماغي، بس انا اصلي ما احبش ادخل حاجه مش عارف اخرها ايه. عموما سيبني اقلبها في دماغي كام يوم كده وهرد عليك. امسك يا كمال الكارت ده، ده معرض سيارات، روح هناك هيدوك عربيه. تعمل بيها ايه؟ ده بتأجر في الشهر بكام عربيات علشان تخلص مشاويرك.
يعني مرة 2000 3 ساعات 4 هتدفع 2000 واكتب شيكات وكمبيالات على نفسك ومالكش دعوة بالباقي. أنا واقف جنبك زي ما قلت لك بس كده كتير قوي يا حاج. أنت غالي عليا كمان ما تقلقش من أي حاجة ربنا ما يحرمناش منك. السلام عليكم. سلام سلام يا بلالي. أكيد أنتوا بتسألوا نفسيكم أنا جماعكم ليه بربطة المعلم كده. عندي خبر مهم عايز أقوله لكم. خير يا حاج؟ أنا اتجوزت. مالك؟ نزل عليكم سلام الله كده ليه؟ ايه ما بتكلموش ليه؟ ايه رايك يا يوسف؟ لا مش نظريه راي يا حاج يعني بس يا عم ما كانش ليها لزوم الجوازه دي. ما كانش ليها لزوم الجوازه دي. يسلم بقك يا يوسف. يسلم بقك يا يوسف. عجبتك قوي. عجبك انت كمان يا يوسف. انما انت ما قلتيش ايه رايك يا حبيبتي يا سمر. علشان انا ما اقدرش اقول حاجه يا بابا. دي حاجة ترجع لحضرتك. المهم بس ان محدش يضايقنا ولا حد يفرض رأيه علينا. لا بصراحة انا يعني عايز افهم رأيك اكتر من كده. يا بابا انا قلت لحضرتك دي حاجة ترجع لك. هترجع له من حقك تعمل اللي انت عايزه تتجوز زي ما انت عايز. بس محدش يجي يقعد هنا يا حاج. البيت اللي عاشت فيه امنا ما ينفعش واحدة تانية تدخل مكانها. ايه؟ وهي كمان عايزة تيجي تعيش معانا في الفيلا هنا؟ ده اللي كان ناقص بقى. شفت والنبي يا حاجة فردوس الراجل وعمايله؟ استنى على انت مالكش دعوة خالص. وانت مالك يا ولية يا حشرية؟ انت قاعدة معانا بتعملي ايه؟ ده انا لولا ان انا شايفك قاعدة بتخدمي العيال ولولا الوصية بتاع المرحومة اللي وصت عليكي كنت قلتلك خلصينا. قاعدة معانا ليه؟ اطلعي برا الباب يفوت جمل. كده؟ كده برضه يا حاج؟ بعد العمر ده كله واللي قضيته معاك وفي خدمتكم تقولي الباب يفوت جمل؟ طب ده انا حرمت نفسي من حاجات كتيره قوي عشان حسيت ان انا واحده من البيت ده. حرمت نفسك؟ حرمت نفسك من ايه يا وليه يا خرفانه؟ ده انت واضح انك عجزتي وخرفتي. فعلا فعلا يا حاج اذا كبرت وخرفت كتر خيرك. انا ماشيه. حاجة فردوس مش كده. الله دي ساعة الشيطان وهتخلص. كده يا بابا حدش كلام خالص في 60 دقيقة يا فريد باشا. لا 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 بعيد قوي بعيد قوي قوي. لا ده انا منزل لك 10% في الطلبية اللي فاتت على اساسها زود لك الكمية تقوم تقل. لا لا طب اقول لك على حاجة فكر انت ورد علي. ماشي سلام. لا يا يوسف ايه؟ لا الحكاية كده مش هتنفع بعد اذن سعادتك يعني. شوف لنا حل في الحكاية دي. حكاية يا زكي؟ الشغل اللي مكركب على دماغي يا يوسف بيه. الله من ساعة ما الهانم العروسة خدت اجازة يعني هو الحاج يتجوز ولو سنة. لعلم سعادتك انا شغال دلوقتي محاسب وسكرتيرة في نفس الوقت. طب تصدق انت تنفع سكرتيرة عسل يا زكي؟ هقول لك بس هقول لك هتلبس بادي بس البادي ده يبقى ضيق ويبقى نوعه كارينا وتلبس تحت بنطلون استريتش ضيق وتعمل لي فيونك هنا وتدلد الجرس من ودانا. ده باشا باشا انت عايز تطفش الزبان ولا ايه؟ وبعدين يا عم التاريق براحتك انا برضو شايل لك التقيله. قول التقيله يا زكاو. الدكتور حسين بتاع المستلزمات الطبيه دلوقتي ما هوش عايز ياخد مننا لا سرنجات ولا مشارط ولا لزق الضهر ولا كانيولات ولا حاجة من دي من أصله. من ساعة عدم المؤاخذة ما اشتغل في اللزقة العجيبة بتاعت الرجلين اللي احنا جبناها دي وهي مشت معاه وبقت 100 فل و14 وعايز كمية أكبر بكتير. طب وهنجيب له منين؟ البضاعة اللي عندنا كلها خلصت خلاص اتوزعت. أنا برضو محسوبك يا باشا. ما سكتش قعدت أتأثر وأدور لغاية ما عثرت في تاجر في بورسعيد عنده كونتينر كامل على بعضه. بس المشكلة بقى انه عايز الفلوس كاش. بس انا مسكتش دبرت له الفلوس ومستني تعليمات سعادتك ابعت اشيل. وبعدين لعلمك البضاعة دي دلوقتي بقت عاملة زي المخدرات. طيب خلاص بلغ الحج. حج ايه؟ حج ايه يا يوسف باللي هبلغه؟ هو انا قلت تقول لي احلبوه؟
لقمه طريه وجايلنا لغايه عندنا، تقول لي بلغ الحاج. اه تبلغ. امال عايزه يجي فجاه ويقول لك عايز اراجع الحسابات زي النوبه اللي فاتت، ونرجع احنا بقى نقعد نعمل افلام وانا اللي اتضرب بالمطوه في الاخر؟ وايه يعني يا يوسف بيه لما تتضرب في المطوه؟ لا على رأي المثل، وش من غير علامات زي الشوربة من غير بهارات. وبعدين لما الحاج يقول لك عايز اراجع الحسابات ساعتها يحلها ألف حلال. ما هيدفع كاش؟ النص كاش والنص بشيكات على سنة، ولعلمك البضاعة دي مكسبها 100%. يعني ناخد احنا تمن البضاعة كاش في الأول، وبعد كده المكسب كله يبقى هو القسط. والراجل مستني بره، أقول له إيه؟ يلا توكلنا. ابعت الفلوس وخلي بتاع بورسعيد ده يشحن البضاعة، وانت خارج تبعت للدكتور حسين ده. ماشي. بقول لك ايه؟ نعم. الروج اللي هي شايلاه في مكتبها اوعى تستخدمه لحسن الحاج يحطك في دماغه. لا ابعد عن الحاج. صباح الفل يوسف باشا. صباح الرضا يا دوك، اتفضل. اما البضاعة الاخرانية اللي خدتها منكم مسمعة في السوق جامد قوي. اسمع، البضاعة اللي خدتها مني مش منكم. الله، واحنا بنتدلع عليك واحنا بنعرف ناخد حق ولا باطل غير مع حضرتك هنا. بقول لك يا دوك، امر في زيادة في البضاعة الجديدة 10%. هقول لك بس، هقول لك هتدفع 10% عربون، وبعد اسبوع هتدفع 40%، والباقي على شيكات 9 شهور مش سنة. 9 شهور يا دوك. الشيكات دي مقدور عليها، انما ال 10% زيادة دي ليه؟ بقول لك يا عسل، انت مش بتاخدها مني ب 24 وبتبيعها ب 99.5 وبتلزق مصاريف الشحن للزبون، ما جاتش بقى ال 10% بتاعتي دي يا دوك؟ خليك حلو انت كده يا جو، محدش يعرف ياخد معاك حق ولا باطل. استبينا. ماشي. ايوه زكي، بقول لك ايه، الدكتور هيجي لك دلوقتي هيديك 10% عربون. لا الزياده هتبقى 10% بس. 10% بقول لك. لا مش 17، مش زي ناس. اسمع الكلام، اسمع الكلام يا زكي. ماشي اتفقنا، يلا سلام. منور الدنيا يا حبيبي. ما تحرمش منك يا غالي، ربنا شرفت وانست. شكرا. حصلت البركه. سلام عليكم. سلام يا دوك. شكرا. نورت. عادي بسلام. بيتك انت اتجننت؟ انت هتجنن لو ما كنتش شفتك. وده من امتى ده ان شاء الله يعني؟ من زمان يا سما، مش هتقولي تفضل ولا ايه؟ طيب تفضل، خلصني. تفضل يا مجنون. ايه التهيس اللي انت فيه ده؟ ده انت اتجننت خلاص. عشان وحشتيني جدا يا سما، كنت هتجنن، هتجنن لو ما كنتش شفتك. وحشتك ولا ده احساس بالذنب عشان انت كسرت لي رجلي؟ هو الاحساس بالذنب موجود، بس في احساس تاني جواه اقوى منه يا سما. اللي هو ايه بقى؟ هقول لك بس ما تزعليش. مش عارفة، يمكن ازعل على حسب اللي هتقوله. وحيد. وحيد في ايه يا وحيد؟ هتعمل ايه؟ وحيد! وحيد تعالى يا وحيد، وحيدة! وحيد حرام عليك! يا وحيد! يا وحيد هتعمل ايه؟ وحيد! 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 الغدا جاهز. ميرسي يا وحيد قوي، تعبتك معايا والله. ربنا يخليك لي يا رب. واشمعنى يعني النهارده مجهزين الغدا بدري كده؟ ابوكي مش هنا، قلت تاكلوا بدري النهارده. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. طب يوسف في ايهاب فين؟ قالوا اتغدوا انتوا، هيتاخروا. بس انا ماليش نفسي اقعد اكل لوحدي كده، ما تقعدوا تاكلوا معايا. ما احنا حواليك اهو. لا بص هقول لك تعمل ايه، انت تروح تقول لحسونه وجنى يجوا يتغدوا معانا. بتقول ايه؟ تصدق يوسف بيه كنت هنسى واكتب اسم الحاج سيد الدقاق على الشيكات. لا يا راجل انسى بقى الاسم ده خلاص. من هنا ورايح الشيكات هتتكتب باسم يوسف سيد الدقاق. تمام يا ملك، الشيكات كلها جاهزه. اتفضل. شكرين يا دكتور. العفو. شكرين يا دكتور. هتظبط انت بقى مع زكي وهتشوف هتستلم امتى والكلام ده كله. نورت يا دكتور. حصلت البركه. متشكرين. على السلامه. شكرا يا سيدي. روح عليك. مع السلامه. شكرا. ازيك يا يوسف؟
ايه ده ايه ده يا هاب الدقاق في وكاله الدقاق؟ هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ القطه كلت عيالها ولا ايه؟ في مصيبه شكلها تحصل، قلت اجي ابلغك بنفسي. خير كمال الدقاق يا يوسف؟ ماله؟ جاب والدته وجاي يقعد في الفيلا. جاي يقعد في الفيلا يعمل ايه يعني؟ والحقيقه انا ما اعرفش هيعمل ايه، هو جالي الجورنال من يومين وقال لي انه ناوي يعمل كده. انا تصورت انه بيهدد زي كل مره، ما كنتش متاكد انه هينفذ اللي بيقوله فعلا. هو عارف ان الحاج مش موجود؟ عارف. الله، ولسه قاعد؟ ايوه. ليه؟ انت ما فهمتنيش يا يوسف، كمال جايب والدته وجاي يقعد في الفيلا، خلاص مش هيمشي تاني. جاي ايه يا اخويا؟ ايه سمعني كده؟ اهدى بس يا يوسف، عشان كده انا قلت اجي ابلغك بنفسي، ما رضيتش اكلمك في التليفون، عارف انك عصبي وممكن تتهور، ممكن بقى تهدى عشان نعرف نتفاهم ونشوف هنعمل ايه. اهدى ايه؟ اهدى ايه؟ ونتفاهم على ايه؟ ايه اللي احنا ممكن نتفاهم فيه في اللي انت بتقوله ده؟ انا هروح دلوقتي هطل عين امه. يا يوسف اهدى بس يا عم انت. يوسف اوعى ايدك يا يوسف. اهدى انت جاي هنا تعمل ايه؟ طب قول سلام عليكم الاول. انا مترد عليا جاي هنا تعمل ايه؟ اهدى يا يوسف، اهدى يا ابني وصلي على النبي. الله ما تستنى انت حاجة على جنب. الله ده ما بيردش عليا، ما ترد عليا جاي هنا تعمل ايه؟ مش من حقك تسالني سؤال زي ده. ايه؟ نعم اخويا سمعهاني كده تاني والنبي. كويس قوي انك انت قلت يا اخويا، ومع ذلك هقولها لك تاني مفيش مشاكل. مش من حقك تسالني سؤال زي ده. امال مين بقى اللي من حقه يسالك سؤال زي ده؟ كمال عنده حق يا يوسف، لما يجي صاحب البيت هو اللي يتصرف معاه، لما يجي ابوك يكلمه. ابوه مش صاحب البيت. نعم. امال مين اللي صاحب البيت؟ الست دي. ده انت جاي تسوق الهبل على الشيطانه وتعمل الشويه دول. بقول لك ايه؟ يلا يا ابني من هنا. يلا من هنا من غير ما ترد ورينا عارف كتافك. طب نزل ايدك دي بس واحترم نفسك. عيب يا يوسف، عيب ده اخوك الكبير يا ابني. كبير ايه؟ الكبير ما يخشش البيت زي الحراميه. انا مش حرامي ومش هخطئ. انت عارف كويس قوي مين فينا اللي حرامي. مين ده اللي حرامي يالا؟ مين ده اللي حرامي؟ ما تقولش يالا. يلا بس يالا. معقولة الصغيرين على الكلام ده؟ بس خافة لا تختشيش. خلاص كمان، خلاص يوسف اخوات. هو ده يعرف يعني ايه اخوات؟ ده ما يعرفش غير مصلحته بس. ورحمه امي، شوفوا رحمه امي. ما هسيبك يا كبير. اعلى مفخيرك اركبه ولعلمك انا كنت عامل احترام لصبر والحاجه فردوس، لكن انا اللي مد ايده عليا قطعها. طب احنا هنشوف بقى مين اللي ايده هتتقطع ورجله كمان. في ايه يا جماعه؟ في ايه الصوت والزعيق ده؟ البيه جاي عايز يستولى على الفيلا. البيه جاي يحط ايد على الفيلا. بس اما نشوف بقى بص نجوم السما فوق قرابلة. وانا قلت لك اهو كمان. يوسف يوسف ما تستنى يا ابني عشان نتفاهم. معلش يا كمال سيبك مني. ما تمشيش يا كمال، ده حقك انت وامك، ده بيتك. صباح الخير يا كمال. صباح الخير يا حاج. اخبارك ايه؟ الحمد لله. أنا عارف إنك مستعجل عشان سايب الحاجة في الفيلا. أمسك ده. إيه ده؟ خليه معاك، ما تستعملوش. الواد يوسف معاه واحد زي ده، وطول ده معاك هيكون قلبك ميت. أنا قلبي ميت من غير سلاح يا حاج. أيوة يا كمال، بس المظلوم عمره ما بيرجع حقه بالعياط والندب واللط مع الخدود زي الستات. الحق ما بيرجعش الا بالقوه. معاك حق، الحق ما بيرجعش غير بالقوه. والظالم عمره ما قلبه بيرق ولا عينيه بيترغرق بالدموع طول ما المظلوم واقف قدامه عمال يقول له كلام عطف. انما الظالم يا كمال ما بيسمعش في ودنه غير حاجه واحده بس، صوت القوه. لكن بيخاف لما يلاقي اللي قدامه اسد. وانا عاوزك تبقى اسد يا كمال. اوعدك يا حاج ان هما من هنا ورايح مش هيسمعوا مني غير صوت القوه، صوت ما فيهوش لا ذل ولا انكسار. ومش هخرج من الفيلا دي
اللي على جثتي. بعد الشر عليك، انا احميك برقبتي واقدر احميك كويس قوي منهم، وطول ما انا عايش انا في ظهرك. كمال انت زي اخويا الصغير. المهم ايه الحكايه؟ اقول كمال. كمال مين يالا؟ كمال ابنك. ماله كمال؟ جاب امه وجم قعدوا في الفيلا. امه ايه وفيلت ايه اللي قعدوا فيها؟ فيلتنا يا حاج. فيلتنا؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ كمال وامه يعني ايه؟ الكلام ده حصل امبارح يا حاج. امبارح؟ وازاي ما تقوليش على طول؟ يا حاج ما انا جيت اقول لك لما كان حفظي قاعد معاك هنا، انت قلت لي لا الدنيا مش هتتهد وسيبني بعدين. لا ده كده الدنيا تتهد وتتدردك وتتنيل من ايلك. ده انا هخرب بيته وبيت امه. والله طب ما انا ما سكتلوش يا حاج، ده انا شبطت فيه وكنت هعمل جنايه معاه لولا بس ان خاطر نط في دماغي. قلت لو الحاج جه ممكن يغلطك ياض، فارجع واقول له. اغلطك ايه بس؟ خلاص اسبقني يلا وانا جاي وراك، انا هخرب بيته وبيت اهله. الحاج وصل. كمال يا ابني عشان خاطر اوعى ترد عليه، اغزي الشيطان. ايه ده؟ ايه ده؟ جرايه ولا ايه؟ انت جاي تلقح جتتك عليا ولا ايه؟ وجاي لي هنا في فيلتي؟ قومي من هنا بدل ما انت جاي انت وابنك ترمي بناكي عليا. صحيح اللي اختشوا ماتوا. اخلصي قطع لسانك. بس كويس انك جايبه الزفت ابنك معاكي عشان ياخدك وتغوره وما ترجعوش هنا تاني ابدا. ابني مش زفت، تقولش عليه كده. اه ما هو اصل لو انا زفت يبقى العيب فيك انت، انت اللي معرفتش تربي. عندك حق، انا فعلا معرفتش اربيك، انما انت ازاي يا كلب تجيب امك وتتهجموا على الفيلا هنا وانا مش موجود؟ انا ما تهجمتش على الفيلا، انا جيت اخد حق امي، حق امي اللي استحليته وبيجري جوه دمك بالحرام. حرام؟ اخرس اخرس يا حيوان. انت اللي 60 حيوان. ماشي ماشي، انا بقى اوريك مين فينا الحيوان يا حيوان. معقوله اللي بيحصل ده يا بابا؟ حضرتك سايبهم يتخانقوا كده وانت واقف؟ سمر مالكيش دعوه انت، ولا خد امك واخرجوا من هنا دلوقتي حالا، والا هخلي الليله دي اسود ليله هتشوفوها في حياتكم. انسى 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 عليه. يعني مش هخرج من هنا الا على جثتي وعلى ما فخلكوا اركبوه انت وابنك ده. للدرجه دي؟ طب اقسم بالله لو ما خرجت انت وامك دلوقتي لحدفنكم مكانكم هنا. تدفننا هنا؟ ليه؟ وانت بقيت تشتغل تراب اليومين دول ولا ايه؟ تراب يا كلب؟ طيب استنى. ايه اللي انت بتقوله لابوك ده؟ انت تصدق ان انت حيوان فعلا؟ خلاص بس يا سمر. بس خاف ولا تختشيش. عادي يا خليل. انا مش طايق نفسي. ولا اخر فرصه قدامك عشان تخرج بره البيت يا كلب. انا مش كلب ومش همشي يا جدع. انت خور، خد امك دي وخور. انت عايز تعمل لنا كده في الفيلا؟ سيبه يا يوسف، انا هفرغ البندقيه دي في دماغه. بس انت ساعتها بقى الجاني على روحي ده. انت بترفع السلاح في وش ابوك يا واط يا ناكر جميل. اللي هيقرب مني هقتله. انتوا اللي رفعتوا عليا السلاح الاول وانا لازم ادافع عن نفسي. سيبهولي بقى، انت جيت لي بقى، انا اللي هقتلك بايدي وهيبقى دفاع فعلا عن نفسي عشان انت دلوقتي مقتحم بيتي. مش هسيب يا بابا. يا حاج انا مش فاهم انت قاعد مستني ايه. لا ما انت لازم تسيب الفيلا دلوقتي. يعني انت رايك اهرب الكام يوم دول؟ الله، لغايه بس ما نشوف الحكايه ترس على ايه. الله، انت مش قايل لي ان الريح لما تبقى شديده لازم تميل لها؟ مظبوط، يعني رايك ابعد شويه لغايه ما يبان اصل الحكايه. اه بس الدنيا تبان بس يا حاج على قولك، وبعدين نشوف الزفت اللي اسمه كمال ده هيرس على فين، اهو نعرف هيقول ايه واحنا نحضر نفسينا ونجهز الرد. والله وجات له عطب طاب ابن اللئيمه.
معلش معلش يا حاج، عشان خاطر يا حاج اتكل على الله، عشان خاطر انا، عشان خاطر حبيبك يوسف ابنك. يلا عندك حق، يلا يلا حاج، بس بقى طمني اول باول. الله يخليك. ماشي يا حاج. بقول لك ايه، انت ترسل كده على فين؟ انا هروح اريح شويه في المهندسين. ماشي يا حاج. سلام. سلام عليكم. سلام يا حاج. سلام سلام. مين ابن الست اللي ضربت بالنار؟ أنا. طب اتفضل. هي اسمها ايه بالكامل؟ سعاد عبد الله محمود. وانت اسمك ايه؟ كمال سيد الدقاق. انت ابن الحاج سيد الدقاق؟ ايوه. وهي الست الوالده اتضربت بالنار ازاي يا استاذ كمال؟ والدي اصل هو كان بينظف البندقيه بتاعته فالرصاصه خرجت غلط. وهو فين السيد الوالد؟ في البيت. في البيت؟ بيعمل ايه في البيت؟ اصل هو حضرتك يعني تعب جدا واغمى عليه بعد اللي حصل ده، فجبنا له الدكتور هناك لحد البيت. ماشي. عموما انا هستنى لغايه لما ان شاء الله نطمن على الست الوالده وبعدين نبقى نكمل التحقيق. طب حضرتك عايز مني اي حاجه تانية؟ لا اتفضل انت دلوقتي. ربنا يسترها بعد بينا واخر يا رب. انا كده متشكره قوي يا كمال على اللي انت عملته ده، مش عارفه اقول لك. انا مفيش في دماغي حاجه دلوقتي غير امي، نفسي اطمن على امي وتقوم بالسلامه. طيب اللي فيه الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. يا رب. كمال يا ابني، وبعدين بقى انا مش عايزك تزعل، انا ما كانش قصدي ان اللي حصل ده يحصل. امال كان قصدك ايه؟ تقتلني انا؟ ده كلام؟ في حد يا ابني بيقتل ابنه؟ اللي حصل بصراحه ان انا دمي فار لما سمعتك كنت بتقول ما عرفش ربي والكلام الفارغ اللي انت قلته ده، فانا قلت اضرب طلقه في الهواء الم بيها الدور. يعني ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حكيته لي سمر في التليفون؟ ما حصلش حاجة، كل خير إن شاء الله، المسألة بسيطة. اسمع يا كمال يا ابني، يا ابني الضفر عمره ما بيطلع من اللحم. طمني على والدتك يا كمال، أخبارها إيه؟ في الإنعاش. ماما في الإنعاش يا إيهاب، على كده الحالة في منتهى الخطورة بقى. منتهى الخطورة إيه بس؟ ولا خطورة ولا حاجة. الدكاترة شافوا إن وجودها النهاردة في الإنعاش أحسن لها، إنما بكرة إن شاء الله هينقلوها أوضة عادية. إيش فيها يا رب العالمين؟ يا رب اكتب لها السلامة هي وكل مرضانا. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا حبيبي. مالك يا حاج؟ شكلك بيقول ان مزاجك وحش. تصدق بالله؟ أنا كمان زيك بالظبط، أنا طول الليل امبارح دماغي عمالة تضرب تقلب ولا عرفت أنام ولا دقيقة. ليه يا ابني وأنت مالك بس؟ أمال إزاي يا حاج؟ ما إحنا اللي طلعنا خسرانين من الهيصة اللي حصلت امبارح دي. خسرانين إزاي بقى؟ خسرانين إزاي إيه؟ الواد ركب ودلد رجليه يا حاج. لا ده متهيألك، بكرة تشوف أبوك هيعمل إيه. قال ازاي؟ ما هو كده كسر كلامك وهيقعد في الفيلا، واكتر من كده كمان قال ادبه عليك قدام كل الخلق اللي في الفيلا. معلش معلش، الصبر طيب يا يوسف، استنى عليا. تقصد ايه يا حاج؟ بص يا يوسف، احنا دلوقتي الغلط ركبنا والواد عمل فيها شهم، ما رضيش يجيب سيرتي قدام البوليس، وبعدين امه لسه في المستشفى يعني نيابه شغاله، وده لو غير احواله ممكن يدخلنا في سين وجيم وموال ما احناش قده دلوقتي. يعني ايه يا حاج؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ انت ناوي تسيب الواد يا حاج؟ اسيب مين؟ صبرك بالله، اقسم بالله لو اريه ايام اسود من قرن الخروب.
اهلا سعاده الباشا. اهلا يا فندم. اهلا كل سنه وحضرتك طيب. اهلا يا هانم منورين الدنيا والله يا سعاده الباشا. منورين الدنيا. اهلا يا حاج جاد. الله يسلم عليك. ازيك يا مدام لقاء؟ ازي حضرتك. الف مبروك. الله يبارك فيك. ميرسي. كلفت نفسك كتير يا حاج سيد. تكلف ايه يا باشا؟ ده احنا عايشين في خيرك. وبعدين بصراحه انا ما عملتش حاجه. انا لوحدي كنت طلوس. انما بركه في يوسف بقى هو اللي عمل كل ده. ميرسي يا اونكل. ميرسي يا يوسف. كلك ذوق يا حاج. وليك معزه خاصه جدا عند معالي الوزير. والله انتوا ليكم معزه كبيره قوي يا هانم عندنا. ميرسي قوي يا جماعه عن اذنكم. ما انا نسى ندى. طيب كل سنه وانت طيبه يا هانم. وانت طيب. 40 سنه. ميرسي. واو. ها؟ واو ايه وحش يعني؟ لا بالعكس ده حلو قوي. بس ده شكله غالي قوي يا يوسف. مفيش حاجه تغلى عليك يا هانم. ميرسي. شوفي كده يا مامي. الله ذوقك لطيف قوي يا يوسف. انت جيت على نقطه ضعف ندى. بتموت في الالماس. اتفضلي شوفي كده يا ركا. حلو بجد. والله طلع ذوقك حلو يا يوسف. عشت يا ست ركا. عشت. شكرين. ميرسي. يا مش بنت معليك برضو كانت بتدرس في الخارج؟ ايوه هي خلصت دراستها وهتيجي تعيش معانا هنا في مصر. مش كده يا ندى؟ وفي ما تحولشت وراها. انا لسه ما خدتش قرار في الموضوع ده. طب والله برافو عليكي يا ندى ان انت عارفه تعيشي لوحدك في كندا. من ساعه اختي ما اتجوزت وهي عايشه معاها بره. انا بقول كده برضه. حضرتك مش ممكن هتطمني وهي بتدرس لوحدها بره في الخارج. ليه بس يا حبيبي كده؟ البنات خلاص بقت حره ومستقله، بتعرف تعيش لوحدها، مش لسه هيستخبوا ورا اهاليهم مش كده؟ عندك حق يا مدام لقاء. طب ما تيجي اوريك كده منظر حلو لما اخذ سعاده الباشا. يعني انوري الهانم بس منظر كده في النيل والمرايه. اتفضلي. يلا اتفضلي. ايوه بس لو اقنعتها انها تعيش معانا هنا في مصر هيبقى ليك عندي مفاجاه كبيره. المشكله ان هي يا باشا هي اللي تلعب في دماغي وتخلينا نسافر معاها بره. دمك خفيف قوي يا يوسف. اتفضلي يا حاج. اتفضلي يا عزك. اتفضلي يا باشا. حتى في المناسبات اللي زي دي جد ما بينساش البيزنس. اهو واخد معليه على جنبه وعمال يرغي في الشغل. هتقولي لي ما هو جاد ده شاطر قوي. لا عيب كده بقى. مش اشطر منك انت يا حاج. ده انا سامعه ان انت حوت السوق كله. مش للدرجه دي. جاد برضو راجل شاطر وناصح. طب يا ريت تقول لي في ايه بقى. فيك انت. كون ولاقي واحده زيك ويعرف يقرب منها ويقربها منه ده دليل على انه راجل ناصح قوي. ميرسي يا حاج على المجامله اللطيفه دي. والله ما هي مجاملة ولا حاجة، ده كلام بجد. ولعلمك الناس كلها بتحسد جاد عليكي. وانت بقى من الناس اللي بيحسدوا؟ مش هخبي عليكي، أكيد أنا بحسده قوي. بس سبحان الله ما بيأثرش فيه كأنه متحصب. لا بس دي حاجة حلوة قوي إن أنت يعني بتتكلمي عربي كده، يعني رغم إن أنت عايشة بره على طول. أيوة ما أنا عندي صحابي كتير قوي عرب ومصريين. وعندك بقى أصحاب هنا على كده؟ يس. عندي بنوتة كده صاحبتي بقالها فترة انتمتي اسمها سالي. هبقى اعرفك عليها ان شاء الله. والله لو في نصيب وفضلتي قاعدة في مصر هخليكي تحبي مصر قوي. ما انا اوريدي بحبها. لا انا مش قصدي يعني تحبيها. ما انا عارف انك بتحبيها. قصدي يعني هوريكي حاجات انت عمرك ما شفتيها. ازاي يعني؟ الهرم وشايفاه وعارفاه. لا هرم ايه بس؟ لا هرم ايه؟ يلا انا لا انا قصدي يعني اوريكي حاجات يعني. طب انت عمرك اكلتي لحمه راس؟ وات؟ يعني ايه لحمه راس؟ يعني ايه لحمه راس؟ يعني تعرفي البلوبيف يعني واللانشون والحاجات دي. هو بقى ايه؟ هو بلوبيف ولانشون كده بس شعبي. بيجيبوا بقى راس العجل اللي مؤاخذه كده ومحطتها على القرمه نازل بيها على القرمه ومقطع بقى ونروح بقى ايه هوكلك لحمه راس في النصريه عند الواد شغل. اوكي فهمت. اوكي والله انت عسل. واقول لك على حاجه، اقعدك بقى على قهوه الحسين والسيده وتشيشي وتعملي احلى شغل هناك. واو شكلنا هنبقى اصحاب موت. يا ريت انت بس سلمي لي نفسك كده. اقول لك على حاجه، اعتبريني شركه سياحه. سلمي لي نفسك ومش هدفعك جنيه حد. اوكي يا سيدي انا موافقه. سلمت لك نفسك. عسل. دي فرصتنا مع الوزير. انا شايف البورصه واقعه في الارض بس وضعها المادي جامد قوي. انا شايف ان وقوحها ده وراه لعبه كبيره.
وانت من امتى بتهتم بالبورصه يا جاد؟ لا باشا انا بفهم في كل حاجه. عموما سيب لي الموضوع ده وابقى هرد عليك. لا هو الحل بسيط وسهل قوي. انا بقول ناس كبار يشتروا الاسهم بتاعه الشركه دي، في الحاله دي انا هشتري وراهم على طول. صدقني يا حاج البيزنس في اللبس يكسب جدا، ما تقلقش. انا مش رساله قلق ومش مكسب وخساره، انا الحكايه ان انا في التجاره ما احبش اخش في حاجه مش فاهم فيها حاجه من اصلا. انا بفهم بقى يا حاج، مش هضيعك ما تقلقش. بصراحه بقى انا سيوله مقصره معايا اليومين دول شويه، ونفسي اشتري كم ماركه حلوين وكميات كبيره، ينفع تساعدني؟ اه بقول لك ايه، هو انت ما عرفتيش تقلبي جاد؟ قلت يا مايل على سيد وسهل اقلبه يعني؟ عيب الكلام اللي بتقوله ده يا حاج، انا لو عايزه اقلب جاد هعرف كويس اقلبه وميل دماغه على الاخر. بس انا بصراحه ما بحب الشغل القرايب، داخل فيها عواطف ومشاعر. جاد جوزي، لو اختلفنا هتبقى في مشكله، لكن لو انا وانت اختلفنا خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. على كل حال هو موضوع يستاهل افكر فيه، وعلى طول هقول لك رايي ان شاء الله. وانا مستنيه. عارف يا جو انت لطيف خالص وجديد جدا. والله ده انت اللي عسل، عسل بالقشطه، شوكولاته بالجوز واللوز والمكسرات كلها. واحنا نبدا بقى امتى الرحلات السياحيه بتاعتنا؟ نو بروبلم. يعني عادي ممكن نبدا من بكره الصبح صح؟ يا وحيد في ايه عفاف؟ مالك ابويا؟ التعب زاد عليه وفي قد النطق. حصل امتى الكلام ده؟ لسه من شويه. طب روح غيري له هدومه عبال ما البس واحصلك. يا ابوي انتوا ازاي تستنوا عليه لما حد يسوق بالشكل دوت؟ والله يا دكتور احنا ما قصرناش في حاجه، هو مش بياخد الدواء في مواعيده؟ جيت للحق يا دكتور، كان في نوع برشام غالي بياخده بس من ساعه ما خلص ما كررناهوش. ما قلتليش ليه؟ انا كنت هجيبه. ومش وقت الكلام دوت، المريض لازم يطلع العنايه المركزه فورا. طب المطلوب كام يا دكتور؟ لا احنا في مستشفى حكومي، دي مجاني، بس لازم تتصرفوا في انبوبه اكسجين، معلش هي ناقصه في المستشفى شويه. دكتور طب الاكسجين دي اجيبها منين؟ من بره المستشفى. طب بكام؟ مبلغ وقدره. شد حيلك. كل الفلوس صرفتها في تاكسي. عفاف خدي امك واطلعي فوق عند ابوكي، وانا هعمل مشوار وجاي على طول. هتروح فين؟ هجيب اكسجين. ساعة العربية نص نقل معروفة ب 80 جنيه.
80 جنيه ليه؟ وانا كنت راكب الطيارة يا عم. هو نظام كده يا عم؟ طب معايا 55 جنيه وفكة ينفع؟ هات يا عم، انا عارف من الاول انت زبون لبط. لا مش دلوقتي، هات الأنبوبة وتعال. تعال الله. ازيك يا نمر؟ ازيك يا باشا؟ امك خفت من ال الحمد لله يا باشا. طيب الحمد لله يا باشا. روح انت. شكرا يا باشا. ازيك ايه؟ امورني يا حاج. الراكس بتاع العين السخنه ده قالوا فيه البضاعه هتوصل امتى؟ ايوه يا حاج، مكتوب اهو في اخر سفر عند سعادتك. معلش احنا مشغلينك اليومين دول شغل السكرتاريه كمان، تعبناك معانا شويه. تعبك راحه يا حاج. طيب على كل حال انا قريب عجب لك سكرتيره جديده، عايزك تسنتفها وتعلمها الشغل وتاخد بالك منها. عيني يا حاج، هسنتفها وعلمها، بس يا ترى مش بعد كده بقى تتنقل من السكرتيريا للبيت عند سعادتك؟ ترير هو ايه، انا قاعد بصطاد السكرتيرات ولا ايه؟ اصل حضرتك ما تاخذنيش يعني شاي جامد يا حاج. تعتذر معايا ولا ايه؟ انا اسف يا حاج، انا ما اقصدش والله. طب يلا غور من هنا، ما تجيش، يلا امشي. حاضر يا حاج. يلا يا ابني انت. عمري ما كان ليا اصحاب، كنت دايما وحيد. حبيت وانا في الجامعه، حبيت واحد يعني، بس للاسف هو حب نجاحه اكتر مني، فجوزت جات، ومن وقتها قررت ان هدفي الوحيد في الحياه هو النجاح والفلوس وبس. يعني من الاخر كده بعت قلبي. عارفه اول مره احس ان انا قادر اتكلم افضفض، حاجه غريبه قوي لما الواحد يحس انه وحيد رغم ان حواليه ناس كتير. انا عشت عمري اللي فات ادور على حقي ونسيت نفسي، نسيت كمان، نسيت مشاعري، نسيت الحب. الحقيقه الوحيده ان احنا ما نعرفش نعيش من غير الحب، احنا بنتولد وهو جوانا. كره السيد الدقاق موت اي حاجه جميله ممكن تتولد جوايا. لا وحيد، بلاش بلاش سيره الكره، ما تخلينا في سيره الحب. انا اول مره احس ان انا قادر اتنفس، قادر اعيش. انا مبسوط قوي ان انا قابلتك هنا. وانا كمان مبسوطه. طب ما احنا كلنا بنتخنق عادي جدا. اللقاء
هو اي واحده كده تتخنق او تتضايق شويه تقوم كده تطلب الطلاق من جوزها على طول؟ يا جد افهمني، انا مش حاسه اني سعيده اصلا. مش سعيده معايا انا ليه يا حبيبتي؟ هو انا معاكن عليكي ولا حاجه؟ على فكره انا ما قلتش كده. امال في ايه؟ مالك رقاء؟ يا اخي اعتبرها حاله نفسيه، وبدل ما نزيد ويحصل بينا مشاكل ونتقلب اعداء بعد ما كنا اصحاب ننفصل احسن. انا بجد بعزك. بتعزيني؟ طب نقاء خلي بالك ان في بينا شغل وفلوس وبزنس، والطلبات اللي انت طلبتيها مني دي دلوقتي ممكن تأثر على اللي بينا. بزنس ايه؟ بزنس ايه؟ يعني اولع في نفسي عشان البزنس بتاعك؟ هو ده اللي هينفعني؟ تولعي في نفسك؟ واكتر بكتير كمان. طب ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. اقعدي مع نفسك يا لقاء وراجعي كل الكلام اللي انت قلته لي دلوقتي، بس لازم تفتكري حاجه جامده قوي، ان انا بحبك. تفتكري كويس قوي الايام اللي بينا، انا كنت شايلك على كفوف الراحه لقاء. بص يا بنت الناس، اقول لك على فكره حلوه قوي. لقاء احنا طالعين مع بعض العين السخنه، هاخدك معايا اقعد هناك شم هوا، يمكن حالتك النفسيه تهدى شويه. فكري ولما ترجعي قرري. طب كنت لسه عاوزه تطلقي؟ صدقيني قولي لي طلقني يا جاد وانا هطلقك على طول. مش عارف يا عم، خليه يحمل العربيه على ما اجيلك. اه اقول له استنى. اه ما جيتش امبارح ليه يا عاصم؟ عندك يوم؟ ما الفل يا حاج. صباح الرضا يا حبيبي. اقعد اقعد اقعد. خير يا حاج؟ خير ان شاء الله. بيني وبينك اصلا انا سمعت خبر كده، مش عارف هيكون رأيك فيه. خبر ايه يا حاج؟ خير؟ خير ان شاء الله. يعني اصلك من ساعة ما كلمت بنت سعادته مفيش خبر، لا هي اتكلمت ولا ابوها اتكلم، اللي كان واجع دماغي كل شوية عايزين خدمة يا حاج، عايزين خدمة يا حاج. بصراحة يا حاج انا الموضوع ده كان قافش كده في دماغي، وانا بصراحة ما كنتش عايز ابين لك، وكنت ناوي اكلمها النهاردة. لا 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 لا، كويس بقى انك كنت ناوي وانك مكلمتهاش فعلا. ليه؟ اصل بصراحة ربنا انا لما لقيت الموضوع ماع وبوخ قلت مش هسكت بقى، رحت ماسك الموبايل ومكلم معالي الوزير. قلت له يا معالي الوزير، ايه الحكاية؟ ازاي سعادتك؟ يعني اخباركوا ايه؟ قال لي هو برضو الكلمتين الفارغين اللي انت عارف بيتقالوا في الحالات دي. ايه يا حاج، وبعدين بعد الكلمتين اللي بيتقالوا في الحاجات دي حصل ايه؟ انت يا ابني متصرب عليه، ما تستنى. قلت له يا معالي الوزير، يعني من يوم يوسف ما كلمكو ما سمعناش منكو لا حس ولا خبر، ايه الحكايه؟ وبعدين وبعدين يا حاج وبعدين؟ ما انا لسه بقول لك وبعدين اهو، لقيت الراجل قال لي كلمتين ما كنتش اتصور انه ممكن يقولهم لي ابدا ابدا. ايه يا حاج؟ كمل يا حاج وبعدين. ما انا هكمل اهو. قال لي انت بتسال على الطلب بتاع يوسف؟ يا سلام يا حاج سيد يا دقاق. ها يا حاج، وبعد ما قلت له يا سلام وهو قال لك يا سلامين، بعد السلامات دي حصل ايه؟ هو قال لي بس يا عم الحاج سيد يا دقاق يا عظيم، هو احنا معقول هنلاقي في بر مصر ده كله حد زيكم وزي ابنك يوسف؟ بجد؟
بجد يا حاج. اي والله يا ابني. لك كده بجد يا حاج؟ بجد بجد. الف مبروك يا حكومه. الله يبارك فيك يا ابو الحكومه. يا ترى ايه اللي غيرها بالشكل ده؟ يا ترى ايه اللي حصل في سفرية شرم الشيخ دي؟ يا ترى عندها مشكلة في الشغل ومش راضية تقول، وهو ده اللي معكنن عليها؟ ولا يكونش التغيير ده وراه سيد الدقاق او يوسف ابنه؟ هم كانوا عندها في المحل، بس لو كان في حاجة ما كانتش قالت لي انهم راحوا لها. بس انا برضو ما استبعدش اي حاجه من الدقاق وابنه. ولا يوسف، دلوقتي انا فكرت كتير في الموضوع بتاع الواد اللي اسمه وحيد ده، قلبته في دماغي يمين وشمال، ولقيت ان احسن حل ان انا اعترف بيه واقول ده ابني، ويا دار ما دخلك شر. ايه رايك؟ طب والله عين العقل يا حاج، عين العقل منك. خلينا نفوق لشغلنا بقى ونخلص القصه دي. ده رايك؟ طب تعالوا ورايا. وحيد. وحيد، مبروك يا وحيد. الف الف مبروك. مبروك. مبروك على ايه؟ الحمد لله ربنا نصرك في الاخر وكمل صبرك على خير. طب فهموني ايه اللي حصل. انت ما تعرفش وحيد، ابوك اعترف بيك، يعني انت بقيت اخونا رسمي، فاهم؟ بالحب يا اخويا. بجد؟ أنا مش مصدق نفسي. أمال بابا فين؟ إيه؟ بابا؟ وحيد؟ وحيد؟ أنت بتتكلم عادي؟ إيه ده؟ وحيد؟ يا عم بتتكلم أحسن مننا. إيه ده؟ أنا بتكلم. الله يبارك فيك. وحيد ابني حبيبي يا نور عيني. وحيد يا ابني أنا بعترف، أنا كنت غلطان في حقك، أنت ابني وربنا يقدرني وعوضك عن كل دقيقة ضاعت منك. انت ابن سيد الدقاق. ربنا يخليك ليا يا بابا، ربنا يخليك ليا. حبيبي وحيد. ممكن اخدك في حضني يا وحيد؟ يوسف اخويا حبيبي. انا فرحان قوي، انا فرحان قوي يا جماعة. انا مش مصدق. معقولة كلكم جنبي؟ امال فين حسونة وفردوس وجنة؟ فين؟ احنا كلنا جنبك اهو. مبسوط يا وحيد؟ مبسوط قوي، بس فرحتي مش هتكمل الا لما تبقى جنة جنبي.